السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله بإذن الله النهارده هنبدأ محاضرة مع بعض جديدة، وان شاء الله تبقى الفينش بالنسبة لنا لأساسيات الكمبيوتر الجزء العملي. وهنتطرق لجزء بسيط ان شاء الله النهارده لأساسيات الإنترنت. يعني أنا معانا النهارده ان شاء الله بإذن الله أساسيات الإنترنت. وهشوف احتمال محاضرة بكرة إن شاء الله تكون أجازة، احنا عايزين نخلي يوم الجمعة ده يوم ثابت عشان برضو الناس ما تفصلش مني، يبقى يوم الجمعة أجازة، ومن يوم السبت لحد الخميس شغالين عادي، تمام، لحد ما نخلص محتوى المنحة والكورس بتاعنا إن شاء الله زي ما اتفقنا إنه يبقى فيه امتحان. عشان كده أنا هخلي يوم بكرة في يوم الجمعة يبقى بس خاص بالامتحان، من الساعة 12 الظهر لحد الساعة 12 بالليل، ممكن أي حد يدخل في الوقت ده ويمتحن عادي. الامتحان هيكون عبارة عن 36 سؤال إن شاء الله، 36 سؤال في كل حاجة إحنا خدناها في أساسيات الكمبيوتر. فالناس راجع الفيديوهات كويس، إزاي أكبر وأصغر أيقونات سطح المكتب، إزاي أعمل ترتيب، إزاي أغير خلفية سطح المكتب، إزاي أخفي الأيقونات، هذه كلها إن شاء الله بإذن الله برضه هتلاقوا في أسئلة منها في الامتحان. نبدأ إن شاء الله محاضرة النهاردة. في البداية كده أنا محتاج إن أنا دلوقتي لو حبيت إن أنا أعمل ملف مضغوط، ملف مضغوط، يعني إيه ملف مضغوط؟ يعني أنا جيت كمثال هنا، وقلت مثلا أقرب حاجة أنا عايز أعمل لي حاجة اسمها الملف ده، عايز أعمل الملف ده هي ملف مضغوط. يعني إيه ملف مضغوط؟ اولا الملفات المضغوطه ميزتها ايه؟ ان الحجم اللي حجمها كبير بيقلل ليك الحجم بتاع الملف. يعني مثلا دلوقتي انا عايز ابعت حاجه على فلاش، فالحاجه دي حجمها كمثال 1 جيجا بايت. طب انا الفلاشه ما عنديش المساحه دي، الفلاشه عندي 900 ميجا بايت، فانا اروح احول الحاجه دي او الملف بتاعي بحوله لملف مضغوط، فبيقلل معاك الحجم نفسه بتاع الملف. ليه؟ لان انا ضغطته حطيته في كتاب، حطيته في حاجه اصغر شويه، فبيقلل معاك حجم الملف. بدل ما هو مثلا كمثال يعني 1 جيجا بايت، لا انا هخليه 900 ميجا بايت، فقلل معاك حجم الملف. زائد ان انت لو في فيروس دخل على الجهاز، فالملف المضغوط بيحمي لك الملف بتاعك من الفيروسات. بدأ بيحمي لك الملف بتاعك من الفيروسات. انا اولا هضغط كليك يمين على الحاجه اللي عايز اعمل لها ملف مضغوط، طيب، وبعد كده اقول له ايه؟ اقول له اد تو، وادي اسم الملف، وفي الاخر ار اي ار. الار اي ار ده امتداد الملفات المضغوطه. احنا قلنا يعني ايه امتداد اصلا؟ الامتداد هو المشغول عن، هو أنا آسف، هو المسؤول عن تشغيل البرنامج. يعني من غيره ما أقدرش أشغل أي برنامج. أقرب مثال لو جيت أنشأت مستند وورد بالشكل ده، آخر حاجة بيقول لك الدي أو سي إكس، ده الامتداد. أول ما هدوس إنتر، لا الملف كده أنا ممكن أفتحه بكل سهولة وأشتغل عليه، أو أنا فتحته وهشتغل عليه. طيب تعالوا نجرب مع بعض نشيل الامتداد اللي في الاخر ده، ودوس انتر وقول له يس. ايه اللي حصل؟ حول الملف عندك لورقه بيضاء، فاصبح الملف غير صالح للاستخدام، اصبح الملف غير صالح للاستخدام. طيب معنى كده ان الامتداد هو يعتبر اللاحق بتاع الملف اللي من غيره ما اقدرش اشغل الملف بتاعي. ضغطت كليك يمين هقول له اد تو، يعني اضافه الى، فين اللي اخرها ار اي ار؟ اهي ده الار اي ار زي ما قلنا هو امتداد الملف. ادي انا هضيفه لملف مضغوط، هدوس عليه فضاف معايا الملف مضغوط، ضاف معايا الملف مضغوط. طيب انا ضغطت كليك يمين على الملف وقلت له اد تو ارشيف، المره دي لو عندي ملف وعايز احوله الملف مضغوط بس اعمل له باسورد اهو اد تو ارشيف. طب من فين اعمل له الباسورد؟ اهو ست باسورد، اضافه باسورد.
واروح هنا اكتب كلمة المرور اللي انا عايزها، واقول له مثلا اوكي، واقول له اوكي. مثلا هنحذف دي، ادي كليك يمين وارشيف، تمام. اقول له ست، ادي 1 2 3 4 5، اكد كلمة المرور. هيا افتحه تاني اهو، فتحته عشان ادخل، واقول له اد تو ارشيف من هنا، اقول له سيت باسورد، اكتب الباسورد بتاعي، واجي اعمل عملية تأكيد للباسورد، واقول له اوكي. نو فايل سيلكتد، يو نيد تو سيلكت فايل تو اد، بيقول لك انت محتاج ان انت تحدد الملف عشان تعمل له ارشيف. تعالوا نحدد الملف زي ده، احنا نجرب مع بعض. انا هعمل له ارشيف، بس هعمل له على كمثال الملف الاد على الديسكتوب، واقول له اوكي، واكتب الباسورد بتاعي. احنا بنجرب اهو، ليه بيقول لي الكلام ده؟ ليه بيعمل معايا كده؟ هل اتنقل لسطح المكتب؟ لا. طب ليه بيعمل معايا كده؟ ايه المشكلة لحد الآن؟ اهو بيفتح عادي معايا، رغم انا قايل له انا هضيف الملف ده للارشيف اهو. يعني انا هحط له باسورد، فانا عايز الناس تجرب عندها الطريقة دي. انا عندي ملف مضغوط وعايز اعمل باسورد للملف المضغوط ده، لو قلت له هنا ضغطت كليك يمين على الملف المضغوط وقلت له اوبن ويز وينر، فتحه لي كملف مضغوط، وقلت له اد واختار مكان الحفظ، ومن هنا بيقول لي سيت باسورد، اضافه باسورد. تعالوا كده هنعمل حركه كده ذكيه مع بعض. انا حاليا بحاول اهو، هجرب معاكم، وقول لي برضو نو فايل تو سيلكت. ليه لحد الان مفيش بيقول لي فايل بيتم تحديده؟ تفتكروا المشكله فين؟ اولا دي الطريقه بتاعت اضافه الباسورد، فانا عايز الناس تبحث عليها وتجيب لي الطريقه الصح للاضافه بتاعتها. اهو انت قدامك الطريقه بالظبط، ولا اجيبها لي ان شاء الله باذن الله، يعني بعد اذن البشمهندس احمد هزود له درجات في النسبه بتاعته، يبقى عليها بونص، عليها بونص. انا بعملها ازاي؟ من هنا اد تو ارشيف، يعني انا هضيفه للارشيف. ادي عندك الطرق، وادي عندك الملف بالكامل، ادي الشكل بتاعه، وادي السيت باسورد. هل في خطوه بعملها قبل كده ولا لا؟ انا محتاج ان شاء الله باذن الله اللي هدور له عليها يعمل حساب ان هو هيشرحها المحاضره الجايه ان شاء الله. هتفتح الملف وبيفتح النافذه، المفروض نختار ملف وقتها وبعدين نعمل الباسورد. انا هحدد اهو ملف، خليني ماشي معاك، خليني مثلا حاجه زي دي، واقول له اوكي، قلت له ست، وهضيف باسورد، وهضيف هنا باسورد، واقول له اوكي. فين بقى؟ هل عمل لي الباسورد ولا لا؟ بيفتح معايا الملف عادي اهو، بيفتح معايا الملف عادي. هذه اماكن مذاكره مثلا، في ملف تاني اسمه ايا كان الاسم بتاع الملف، بيفتح معايا.
معانا نفس الحل بيفتح برضه معايا، عشان كده انا محتاج الناس تدور لي عليها وتجيبها لي المحاضره اللي جايه. انا هسيب الناس تدور يعني كل القصه، انا محتاج الناس برضه تشتغل معايا شويه. لازم نعمل الفايل الاول بباسورد ثم اضافه للارشيف او الضغط. هي مش شرط، لا مش لازم، مش لازم، حاولوا فيها واللي هيجيبها لي ان شاء الله هيبقى ليه بونص. هل زي ما انا بعمل كده ازاي اقفل الملف المضغوط بباسورد واحدد ايا كان الملف اللي انا بحدده واقول له اوكي، بعد كده اقول له سيت باسورد. هل في خطوة تانية بعملها قبل كده ولا لا؟ بس فك الضغط. طيب انا دلوقتي عندي ملف، فراح جاب لي سؤال في الامتحان الدولي قال لي قم باستخراج الملفات الموجودة مثلا داخل اماكن مذاكرة. انا كده عملت له ضغط، يا اما هضغط كليك يمين عليه واقول له اكستراكت فايل، هدوس عليه بيقول لي اكستراكت اند ريبليس فايل، انت هتستخرجه فين بالظبط؟ تختار هنا مكان الاستخراج واقول له اوكي. طيب في حاجة تانية اسمها استراكت هير، استخراج هنا، استخراج هنا. تعالوا كده ندوس على اكستراكت هير، هاخد داية واقول له اكستراكت هير اهو، كل اللي جواه طلعهم لي بره، كل اللي جواه طلعهم لي بره. مش عايز ده، بالنسبة للصورة برضه مش عايز. بكليك يمين عليه واقول له اكستراكت هير، هيستخرج لي الملفات اللي من جوه هنا، يا اما هفتحه واحدد الملفات دي واحطها بره، اسحبها كليك شمال واسحبها بره واسيب ايدي اهو. ده اللي هو ازاي اضغط الملف وازاي اعمل له عملية استخراج. كنا اخدنا المحاضرة بتاعت اول امبارح، اخدنا المنبه واخدنا الآلة الحاسبة واخدنا الاجندة، ايه تاني اخدنا؟ في حاجة تاني اخدناها؟ تمام هنجربها مع بعض. حاضر. عندك حاجة اسمها النوت باد المفكرة، هندوس عليه، ادي المفكرة، اكتب طبعا جواها الحاجة اللي انا عايزها، اغير بس من الخط. ادي الخط بتاعي، انا كتبت في المفكره بتاعتي. تمام. طيب عندك اول حاجه زي ما قلنا اللي فوق ده اسمه شريط العنوان، اللي تحته اسمه القوائم، كل قائمه فيها نازله منها مجموعه ادوات فاسمه شريط الادوات، واللي من تحت خالص اسمه شريط الحاله. هروح على فايل، لو عايز انشئ مجلد جديد او صفحه عمل جديده نيو اللي هو اختصاره كنترول ان. طيب لو عايز افتح ملفات موجودة على الجهاز عندي اقول له مثلا دوت سيف. دور بقى يعني ايه افتح ملفات موجودة على الجهاز؟ انا عايز افتح كمثال، عايز افتح كمثال مستند دوكومنت، مفيش. نفترض ان انا كنت حافظ مفكرة عندي على الجهاز ولسه هقفل دي واروح ادور عليها وافتحها، لا بعمل ايه؟ من فايل بعد كده اوبن، واروح اختار الحق المستند اللي انا عايز افتحه. طيب عندك سيف وسيف از، سيف هي اختصاره كنترول مع اس، وسيف از اف 12
او كنترول مع شيفت مع اس. الفرق ما بين سيف وسيف از، انا نفترض دلوقتي فتحت الملف لسه بقول يا هادي فيه لاول مره، جديد خالص فاضي خالص لسه بشتغل فيه لاول مره وعايز احفظه سيف. طيب انا الملف فتحته واشتغلت عليه قبل كده بس عايز احفظ منه نسخه احتياطيه، هقول له سيف از. طيب عايز احفظه بصيغه تانية كمثال كبي دي اف كمستند كصوره من سيف از، يبقى سيف هيحفظ لي الملف الاول مره، اما سيف از بيحفظ لي الملف بعد التعديل، يا اما بيحفظ لي مني نسخه احتياطيه يا اما بيحفظه لي بصيغه اخرى. طيب برنت، لو عايز اطبع الملف بتاعي اختصار الكنترول مع بي، كنترول مع بي، اول حرف في الان ايه في النيو، انا اسف، اول حرف في نيو ان، يبقى كده اختصارتها كنترول ان. اول حرف في اوبن او، يبقى كنترول مع او. سيف كنترول مع اس، برنت كنترول مع بي. كل قاعده في الدنيا ليها شواذ. اختصارت النسخ الكوبي كنترول زائد السي. طب اختصارت القط اللي هو القص، القص ده يعتبر شاذ، فاختصارتها كنترول زائد اكس. طيب اللصق البيست، اختصارت الكنترول زائد الفي. طيب التحديد، لو عايز احدد ملف بالكامل هي اختصارت كنترول زائد ايه. طيب احنا قلنا انشاء مستند جديد او ملف جديد كنترول ان، الاوبن اللي هو الفتح كنترول مع او، سيف كنترول اس، اف 12 اللي هي سيف از، او كنترول مع شيفت مع اس. قلنا انشاء مجلد جديد، مجلد جديد على سطح المكتب اختصرته كنترول مع شيفت مع ان، كنترول مع شيفت مع ان. طيب عندك ايه تاني هنا؟ دي الاختصارات المهمة لحد الآن بإذن الله، وهناخدها مع بعض، هناخد اختصارات أكتر مع مرور الوقت. طيب تعالوا كده ندخل على برنت، أدي الطبع، هنا بختار الطبعة بتاعتي، هنا لو عندي أكتر من صفحة أختار أول. طيب لو في جزء محدده زي ده ورحت على برنت اختار سيليكشن تحديد، انا عايز اطبع اللي انا محدده بس، بس ده لو عندي اكتر من صفحه. طيب لو عايز اطبع الصفحه الحاليه اللي انا واقف عليها كرنت بيج، طيب لو عايز اطبع من الصفحه 2 للصفحه 5 من البيج واختار 2 شرطه 5. هنا النمبر في كوبيز عدد النسخ، عدد النسخ انا عايز اطبع كم نسخه، شوف انت عايز تطبع كم نسخه. طيب تعالوا كده ندخل على حاجه اسمها البيج سيت اب، اعدادات الصفحه. هنا السايز حجم الصفحه، الكلام نفسه اللي انا بكتبه هياخد حجم قد ايه من الصفحه. طيب السورس المصدر بتاعك، طيب الاورينتيشن اتجاه الصفحه اللي انتوا شايفينه في البريفيو. تعالوا كده نختار لاندسكيب، شكلها بيجي ازاي؟ بيجي بالعرض. طيب بالطول بورتريت، بورتريت اللي هو بالطول. طيب هنا المارجنز اللي هي الهوامش، يعني ايه هامش اصلا؟ نفترض دلوقتي انا كاتب حاجه في المستند بتاعي بالشكل ده، فالجزء الفاضي اللي ناحية اليسار والجزء الفاضي اللي ناحية اليمين والجزء الفاضي اللي من فوق والجزء الفاضي اللي من تحت اسمه هامش، اسمه هامش. هي المكان المتظلل عليه في المسطرة من فوق ده هامش اهو، ده هامش. بص كده لما اجي العب فيه، وانت اصلا الهامش المفروض يكون دي المساحه بتاعته، بس لو حبيت اعدل واظبط عادي متاح، يبقى من المسطره بقدر اعدل واظبط زي ما انا عايز. الجزء الفاضي اللي على الاطراف ده اسمه هامش،
ادي هامش ناحية اليسار، هامش ناحية اليمين، هامش اعلى، هامش اسفل. الهيدر والفوتر، يعني ايه هيدر يعني ايه فوتر؟ هيدر اللي هو الرأس، والفوتر اللي هو التزييل. عندي صفحة بالشكل ده ورحت عملت له مثلا هيدر، ايا كان الهيدر سميته بالاسم ده. فالهيدر او الرأس اللي عندي ده هيتكرر في كل صفحة انا هعملها. تعالوا كده ندخل على الصفحة الثانية. ايه اللي حصل؟ الهيدر موجود برضو اهو. هدخل على الصفحة الثالثة برضو الهيدر موجود. يبقى دي العناوين، العناوين دي بتتكرر في كل صفحة. طيب الفوتر، الفوتر بدل ما هو كان أعلى الصفحة هيكون أسفل الصفحة. بالشكل ده بيتكرر معايا في أسفل الصفحة. طيب الإيديت، إحنا قلنا القط لو عايز أعمل قص شيله خالص حطه في مكان تاني، بس اللي هو لو عايز ألصقه. الكوبي باخد من النسخة، الديليت لو عايز أحذف، اندو اللي هي كنترول زد بيرجع لي خطوة لورا، دي كنترول زد بيرجع لي خطوة لورا. طيب فايند بحث، لو بدور على كلمة معينة، لو أنا بدور على كلمة معينة هنا أروح أكتبها في البحث. طيب لو عايز أستبدل كلمة بكلمة ببليس، أكتب الكلمة بتاعتي من فوق وريبليس ويز الكلمة اللي عايز أستبدلها أحطها مكانها. طيب إيه الفرق ما بين ريبليس وريبليس أول؟ أنا لو عندي نفترض في المستند بتاعي 10 كلمات باسم مثلا كوبي أو كوبي، حلو؟ فأنا عايز أستبدل أول كلمة بس، أول كلمة تجابلني كلمة كوبي أقول له ريبليس. طب عايز أستبدل كله أقول له ريبليس أول، ريبليس اول، دي من فين؟ من اديت. طيب سيلكت اول بيعمل لي تحديد للكل زي ما انتم شايفين. وعندك ايه تاني هنا ممكن نستفاد بيه؟ يعتبر ما فيش اي حاجه تاني عندي، فده المهم بالنسبه لي في الفورمات. عندي كلمه اسمها الوورد راب، ايه اللي بيحصل؟ هل في تغير؟ شايفين اللي هو اللي بحرك بيها المؤشر بتاع التحريك اللي من تحت ده اللي انا واقف عليه ده؟ تعالوا كده نختار حاجه اسمها نعلم علامه صح عليها اختفت، نظهر علامه الصح، انا اسف، نظهر علامه الصح اختفى اهو. طيب اشيل علامه الصح ظهر، ده اللي هو الشريط بتاع التمرير بتاع التحريك اللي بحرك بيه. زي ايه في الوورد؟ زي اللي هو الشريط بتاع التمرير اللي هو ناحية اليمين زي ما انتوا شايفين كده. طيب الفونت حدد الاول، انا علشان اغير اي تنسيق لازم احدد واروح على فورمات واقول له الفونت. هنا الفونت بغير نوع الخط، نوع الخط فهنا الفونت ده نوع الخط، اما الفونت ستايل الستايل بتاع الخط او شكل الخط انا عايزه خط عادي منتظم، ولا عايزه مايل، ولا عايزه خط تخين شوية أو مضخم، ولا عايزه تخين ومايل، أنا بختار الستايل بتاعه. طب السايز حجم الخط، تختار الحجم برضه من فين؟ من هنا، أدي حجم الخط ده من فونت وبختار زي ما أنا عايز. فيو اللي هو الزوم، أدي زوم إن، كبر أنا حجم الخط. فهروح على فيو اختار زوم ان،
زوم ان يعتبر قرب معايا الرؤية. طيب زوم اوت بعد الكلام شوية اهو. طيب حاجة اسمها الاستيتيو بار، اللي هو شريط الحالة، خفهولي من تحت او اختفى من تحت. طب اظهره ازاي؟ من فيو واروح اعلم علامة صح على الاستيتيو بار. عايز احفظ المفكرة فايل، بعد كده سيف، واروح احدد مكان الحفظ. الامتداد اللي هتتحفظ بيه تي اكس تي، تتحفظ بامتداد مستند نص. ده بالنسبة للمفكرة. تعالوا ندخل على حاجة اسمها الستيك نوت. هذا الستيك نوت، الستيك نوت برضه مفكرة. طب ايه الفرق ما بينها وما بين المفكرة التانية؟ الفرق بين الاتنين، تعالوا كده اهو نفتح ده كمان، ادي دي ودي. ايه الفرق بين الاتنين؟ ان انا لو جيت قفلت الجهاز، قفلت الجهاز وانا ساب الاتنين دول مفتوحين بالشكل ده، انا سايب الاثنين مفتوحين بالشكل ده، مين فيهم اللي هتفضل مفتوحه مش هتقفل؟ اللي هي الثانيه الستيك نوت. انا لو واحد نساي، واحد بنسى كتير، اروح اكتب الملاحظات المهمه بتاعتي، افتح الجهاز هلاقيها مفتوحه زي ما هي كانت مفتوحه تتحفظ، بحيث ان هو يفكرك بالحاجه اللي انت هتنساها. انشئ ستيك نوت ازاي؟ من علامه البلس اللي فوق، علامه الزائد، هدوس عليه. ادي ظهرت معايا الستيك نوت بالشكل ده، فاللون انا مش عاجبني وعايز اغير اللون. الثلاث نقاط اللي جنب بعض هدوس عليها واختار اللون اللي انا عايزه، واروح اكتب مثلا الحاجه اللي انا عايزها هنا، واروح احدد الحاجه. انا عايز اتخن الخط ده، هروح ادوس على البي اللي هو البولد. طب عايز اميله اي. طب عايز احط خط تحت الكلام يو. طيب عايز احط خط وسط الكلام اللي هو الاي بي. طب عايز احط حاجه اسمها تعداد نقطي، نقطه قبل الكلام اللي عندي. هاجي هنا مثلا مصطفى، وهاجي هنا احمد كمثال. ايه اللي حصل؟ حط لي نقاط قبل كل سطر، قبل كل كلمه. طب عايز اضيف صورة من دي، اد ايمج، واختار الصورة اللي انا عايزها. بقول له اوبن، هلاقيها اتضافت معايا من فوق. يقول لي this image couldn't be loaded، يعني معناها ان الصوره بتاعتي مش قادر ان هو يضيفها لك. ممكن اضيف عادي اي صوره معايا تتضاف معايا، بس بمجرد ما تدوس علامه الاكس هلاقيها محفوظه لوحدها، لوحدها محفوظه. احذفها ازاي؟ كليك يمين عليها واقول له ديليت نوت. ديليت، كليك يمين ديليت نوت. انا بعمل حذف اهو. كده انا حذفتها اهو، بحذفها واضيفها من فين؟ من علامه الزائد اللي عندك فوق. ده بالنسبه للستيكي نوت. عندك حاجه تانية اسمها السنابنج تول، السنابنج تول هندوس عليها واروح اقول له نيو. ايه اللي حصل؟ واخدين بالكم ان في نزله بهتان ظهرت على الشاشه بيقول لي خد سكرين شوت لاي حاجه انت عايزها، فاروح كليك شمال واسحب اهو. انا هاخد سكرين شوت للجزء ده، اخد له سكرين شوت اهي. واحفظه ازاي؟ احنا قلنا من فايل سيف از،
واروح على الديسكتوب واقول له سيف اهو. تعالوا كده نبص اهي، ضافها لي، حفظ لي الصورة، حفظ الصورة بتاعتك. طيب نفتح تاني الستيك نوت، هقول له نيو. طيب انا دلوقتي لما جيت احدد هنا اتحدد معايا في شكل ايه؟ هندسي، كمستطيل، كمربع؟ لا انا مش عايز احفظه بالشكل ده، انا عايز احفظه مثلا كمثال هقول له حاجه اسمها الفري فورم، يعني شكل حر. دست على المود اللي عندي، رحت قلت له نيو. يعني ايه شكل حر؟ يعني بتحرك في المكان اللي انا عايزه، زي ما انتم شايفين كده انا بتحرك في المكان اللي انا عايزه اهو. ايه اللي حصل؟ اخد لي سكرين شوت للجزء الحر اللي انا مشيت فيه، الجزء الحر اللي انا مشيت فيه. طيب لو جيت اخترت مثلا حاجه اسمها، نروح نيو وهقول له ويندو سناب، ايه اللي حصل؟ اخد سكرين شوت للنافذه اللي انت فاتحها، نافذه سطح المكتب، نافذه سطح المكتب. طيب قلت له مثلا الفول سكرين سناب، برضو اخد سكرين شوت للنافذه اللي انت فاتحها. بس السكرين، تعالوا كده مثلا لو دخلت على هنا على زيز بي سي ورحت قلت له نيو واخترت وضع المود، اخترت الويندو، اخدها لي اهو. يعني معنى كده ان الفول سكرين والويندو سناب بياخد سكرين شوت للنافذه بتاعتي. هي اختصارت كنترول مع شيفت مع اس، كنترول شيفت اس. يا كنترول شيفت اس بتعمل ايه؟ مش قلنا سيف اللي هي بتعمل حبس؟ طيب اختصارت السكرين شوت، هتلاقي في زرار من فوق عندك اسمه برنت سكرين، زرار اسمه برنت سكرين. حاول نشوفه مع بعض هنا. حاول افتح لوحة المفاتيح، فين زرار برنت سكرين؟ برنت سكرين، برنت سكرين اهو. تلاقي في زرار بالاسم ده برنت سكرين، ده اختصارت برضو سكرين شوت في لوحة المفاتيح. طيب لحد الآن أتمنى ما يكونش في أي مشكلة مع الناس بخصوص أي حاجة لحد دلوقتي. طيب عندك بعد كده برنامج اسمه البنت أو الرسام. أنا فتحت الرسام بالشكل ده، ادي عندي شكل، ابتدي ارسم. ادي بيغير لك لون البوردر او الحدود، ورحت اخترت لون تاني ورسمت من جوه. طب انا ايه اللي عملته ده؟ ازاي عمل معايا؟ اهو بحاول امسح، بيمسح، حاول امسح. طب ادخل عليه تاني، هذا عندك الستيك نوت، احنا قلنا بنغير لونها من فين؟ علامة الزائد، بغير لونها من الثلاث نقاط اللي جنب بعض اهم، اللي جنب علامة الاكس، بختار اللون اللي انا عايزه. انا فتحت الرسام اهو بالشكل ده اللي هو البنت او الرسام. تمام. طيب كنترول مع شيفت مع اس قلنا هي اختصارت ايه؟ هي اختصارت السيف هاز كنترول زائد شيفت زائد اس. طيب زرار الويندوز مع الشيفت مع اس اختصارت ايه؟ سكرين شوت.
يبقى كنترول مع شيفت مع اس اختصارت حفظ والسيف اس اللي هي برضو بتساوي اف 12. طيب كنترول مع شيفت مع ان هي اختصارت انشاء مجلد جديد. طيب ويندوز مع شيفت مع اس هي اختصارت السكرين شوت. سكرين شوت تمام تمام لحد الان حلو خالص. انا فتحت الرسامه، احنا قلنا اللي فوق ده اسمه شريط العنوان، ده اسمه القوائم اللي هو فايل هوم فيو، كل قائمه فيهم نازله منها مجموعه ادوات فده اسمه شريط الادوات، واللي تحت عندي اسمه شريط الحاله. ندخل على قائمه فايل، احنا قلنا عشان انشئ صفحه عمل جديده من نيو فايل، بعد كده نيو هينشئ لي صفحة عمل جديدة. طيب اوبن بيفتح لي الملفات الموجودة على الجهاز، انا في ملف رسام حافظه على الجهاز وعايز احفظه، بفتحه او بحفظه عن طريق سيف، اما لو عايز افتحه بفتحه عن طريق اوبن. يبقى اوبن بيفتح معايا الملفات اللي هي انا انشأتها قبل كده الموجودة عندي على الجهاز. طيب قلنا الفرق ما بين سيف وسيف از، سيف بيحفظ لي ملف الأول مرة وسيف أز بيحفظ لي الملف بعد التعديل أو بيحفظ لي نسخة احتياطية منه أو لو عايز أحفظه بصيغة أخرى بصيغة أخرى. طيب برنت أهي اس دي كلها صيغ بي إن جي جي بي جي بي إم بي جيف وهكذا، أهو دي كلها صيغ لحفظ الرسام. تختار الصيغة اللي أنت عايزها من فين؟ من سيف اس تايب ومن الفايل نيم ده اسم الملف بتاعك، اسم الملف بتاعك. طيب برنت فتح معايا برضو نفس الملف اللي انا فتحته في المفكره دي اللي هو عدد النسخ، لو عايز اطبع خلصت خالص وعايز اطبع اقول له برنت، تعالوا كده من فايل مثلا السهم اللي جنب برنت اقول له برنت بس، فكده انا هطبع على طول اللي انا فاتحه دلوقتي. طيب هروح على برنت واقول له البيج سيت اب، اهو اعدادات الصفحه، قلنا السايز اللي هو حجم الورقه، السورس اللي هو المصدر، اورينتيشن اللي هو الاتجاه بتاع العرض زي ما انتم شايفين اهو، المارجنز اللي هي الهوامش. طيب لو عايز اطبع انا عندي مثلا خمس صفحات، انا عايزه لما اجي اطبعهم كلهم في ورقه واحده، من اختار من هنا حاجه اسمها الفيت تو، الفيت تو اختار مش ادجاست تو، لا اختار فيت تو، معناها ان انا هطبع الثلاث ورقات او الخمس ورقات في ورقه واحده. طيب تعالوا كده هنا في فايل، بعد كده السهم اللي جنب برنت واقول له برنت بريفيو، انا هعمل عرض للشغل اللي انا عملته اهو. افترض انا رسمت ده وعايز اعرضه قبل ما اطبعه من برنت بريفيو، ادي شكله، ادي شكل الورقه في الطباعه، هروح اقول له برنت، لو دوست على زوم ان بيعمل لي تكبير، زوم اوت تصغير، لو هنا لو عايز اقفل العرض بتاع الطباعه، وهنا لو عايز اطبع زي ما قلنا، وهنا لو عايز اعرف اعدادات الصفحه بتاعتي بالشكل ده بلوز. طيب لو عايز ابعته عن طريق ايميل هقول له سند ان ايميل، سند ان ايميل حلو. هنا بيقول لي السيت از باك جراوند، يعني يخلي لك الشغل اللي انت عملته على الرسام يخليه لك خلفيه لسطح المكتب، في حاجه اسمها الفيل خليه لك كصوره كامله، ولا يخليه لك في السنتر المركز، ولا التايلز يخليه لك عباره عن سطور وملفات وعناوين، انا اسف اهو، يعني هيكرر لك الصوره اكتر من مره، بدل ما يخليها لك صوره واحده يخلي لك مثلا 10 صور في سطح المكتب وحجمهم صغير. طيب بروبرتيز او خصائص، بيظهر معاك خصائص الملف اللي انت فاتحه. عندك هنا حاجه اسمها اليونت، الوحده اللي انت شغال بيها، هل انت شغال بالانش
ولا السنتيمتر ولا البكسل، انا بختار من هنا الوحدة اللي انا شغال بيها. طيب الكلر، الالوان اللي انت شغال بيها بلاك اند وايت، ابيض واسود، ولا كلر الوان؟ انا نفترض شغال ابيض واسود، هدوس على ابيض واسود. طيب هنا بيقول لي الويدث والهايت، العرض والارتفاع. العرض بتاع الصفحة اللي انت شغال عليها، وادي الارتفاع بتاعها. خلصت واقول له اوكي. ده من فين؟ من بروبرتيز او خصائص. هنا اباوت بنت بيشرح لك شوية عن الرسام، هو ايه الرسام اصلا وبيعمل ايه وهكذا. طب عايز اقفله خالص من اكزيت. تمام، زي ما قلنا احنا عندنا الثلاث علامات من فوق، دي بيعملها كلوز بيقفلها خالص، دي بيصغرها بيخليها لك مفتوحة بس تحت في التاسك بار او شريط المهام، ده هنا بيعمل لي زي ايه ريستور داون، بيصغر لك الصفحة. صغر ماكس، ده بالنسبة لفايل بالكامل. اللي فوق ده اسمه شريط الوصول السريع، كويك اكسس تول بار. بمعنى انا دلوقتي الادوات اللي بستخدمها كتير، زي الحفظ، زي الاوبن الفتح، زي النيو انشاء مجلد جديد، زي الطباعه، فبدل ما انا اروح على فايل وبعد كده اختار برنت او سيف، عن طريق ان انا بدوس على اداء بس من فوق كده الامر خلص معايا. يعني بدل ما بعمل الامر في 3 خطوات بعمله في خطوه واحده بس. شايفين السهم اللي جنبه؟ هدوس عليه. الحاجه اللي هي متعلم عليها علامه صح هي الحاجه اللي ظاهره. تعالوا كده نعلم علامه صح على برنت، اللي حصل ظهر معاك شكل الطبعه. طب تعالوا كده نشيل علامه الصح من عليه، اختفى. طب انا هنا هضغط كليك يمين عليه وهقول له ايه؟ يعني انا ممكن احذفه عن طريق ان انا بشيل من عليه علامه الصح، يعني كليك يمين عليه وهقول له ريموف فروم اكس كويك اكسس تول بار، يعني هتشيله لي من شريط الوصول السريع. هنا ده بالنسبه لفايل. طيب تعالوا كده ندخل على فيو. دي زوم ان بتعمل ايه؟ بتكبر الصفحه. زوم اوت بتصغر الصفحه، اهو درجه العرض. طب 100% بيخليه لك في وضعها الطبيعي. طيب اعلم علامه صح على الرول او المسطره، فظهر معاك المسطره. طيب اعلم علامه صح على الجريد لاينز، بيظهر معاك الشبكه البيانيه. شريط الحاله اللي من تحت لو عايز اخفيه، اروح اشيل علامه الصح من الاستيتيو بار اهو، وعن طريق شريط الحاله من تحت برضو اقدر اكبر واصغر في الزوم زي ما انا عايز. هنا الفول سكرين اللي بيحصل بيخليها في طريقه العرض، يعني غير مسموح بالتعديل. انا خلصت شغلي عايز اعرضه، اختار حاجه اسمها الفول سكرين، الفول سكرين. طيب ندخل على اهم حاجه عندي اللي هي هوم او الصفحه الرئيسيه. الصفحه الرئيسيه بس قبل ما اكمل، في اي نقطه او في اي حاجه مش واضحه لحد دلوقتي؟ في اي حاجه مش واضحه مع الناس قبل ما اكمل كلامي؟ لو في حاجه مش واضحه عيد عليها تاني، ما عنديش اي مشكله. امور بسيطه، الامور سهله ان شاء الله، ما تقلقوش مني. انا عايز برضو الناس تتفاعل معايا. في اي مشكله لحد دلوقتي؟ مفيش استيكر. لا، ما لسه في حاجات انا لسه ما شرحتهاش، يعني لسه في حاجات اشرحها دلوقتي، بس لحد دلوقتي في اي مشكله؟ يا ريت الناس كلها تتفاعل معايا بعد اذنكم. كويس، يعني لو سألت الناس وخليت حد يشرح الناس هتشرح. تمام كويس.
خلاص حلو، حلو خالص، حلو خالص لحد دلوقتي. طيب انا دلوقتي عايز ابتدي ارسم شكل، ارسم شكل. هو بالنسبة استاذ باشمهندس سعيد بيقول لي ان في مشكلة فعلا بنفس الخطوات اللي انا عاملها، بس في مشكلة تقريبا عندي على الجهاز. فلا انا عايز الناس تجرب برضو الطريقة اللي انا عملتها، تمام؟ واللي واقف معاه مفيش مشكلة، نشرحها تاني من المحاضرة الجاية بإذن الله. أنا هحاول أوصل للمشكلة اللي عندي على الجهاز. تمام يا باشمهندس سعيد، حاضر. أنا دلوقتي فاتح الرسام ورحت أهو، رحت عند الشيب أو الأشكال ورحت رسمت الشكل اللي أنا عايزه أهو. أدي رسمت الشكل. طيب أنا دلوقتي رسمته من غير ما أختار أي حاجة من هنا، عايز اغير اللون بتاع الحد الخارجي، راح اختار من هنا اللون اللي انا عايزه، واتاكد انا مختار ايه كلر 1، ومن السايز الحجم بتاع الحد الخارجي، الحجم بتاع الحد الخارجي زي ما انتم شايفين بالشكل ده. طب الالوان دي مش عجباني وعايز الوان اكتر من اديت كلر، اديت اديت كولر، وبختار اللون اللي انا عايزه، اختار مثلا اللون ده واقول له اوكي اهو، اختار مثلا اللون ده اوكي. حلو. طيب هنا بيقول لي الاوت لاين، شايفين دي كلها اشكال تاني للاوت لاين. بيقول لي انت عايز الحد الخارجي يعمله لك شكل من اشكال الوان الزيت زي ما انتم شايفين، ولا كماركر، ولا كسوليد كولر، ولا عايزه ايه بالظبط، ولا ووتر كولر الوان ميه. فانت بتختار النوع اللي انت عايزه. طيب بالنسبه للفول ده لون التعبئه اللي في الداخل، يعني انا دلوقتي عايز الون الشكل من جوه. من التولز او الادوات اللي عندك في علامه الجردل، هدوس عليها واختار اللون اللي انا عايزه، واروح بعلامة الجردل هضغط داخل الشكل من جوه، هضغط داخل الشكل من جوه اهو. طيب حلو خالص، زي ما انتم شايفين انا ضغطت داخل الشكل اهو، تمام. فأنا لو عايز ألون الشكل من جوه عن طريق علامة الجردل، أحدده الأول وبعد كده أروح أختار من هنا اللون اللي أنا عايزه زي ما أنتم شايفين كده. طيب علامة الاستيكة بتعمل إيه؟ بتمسح، بتمسح لو عايز أمسح. ومن هنا ده حجم الاستيكة، ده حجم الاستيكر زي ما أنتم شايفين. طيب هنا القلم الرصاص لو عايز اكتب بيه، ده القلم الرصاص. طيب العدسة دي بتعمل ايه؟ بصوا كده انا اخترت هنا فكبر على الجزء اللي انا محدده. طيب تعالوا على حرف الايه، حرف الايه، ورحت دست في مكان فاضي، يقول لي اكتب الحاجة اللي انت عايزها. واروح احدد الحاجة نفسها. لو عايز اغير نوع الخط، شايفين المستطيل اللي من فوق ده، من خلاله بغير نوع الخط. طيب المستطيل اللي فيه الرقم، بغير حجم الخط. طيب البي بيعمل ايه؟ احنا قلنا بيتخن الخط، بيتخن الخط. طب الاي بتميل الخط. طيب اليو خط تحت الكلام، الاي بي سي خط في وسط الكلام، تمام. حلو خالص. طب لون الخط اهو من هنا، بس اتاكد انا مختار كلر 1 وده اللي هو لون الخط، ده لون الخط. حلو خالص. طيب ادي الاستيكر من فين، من التولز، وامسح زي ما انا عايز. طيب الحجم بتاعها من فين؟
من السايز، من سايز متر سنتي شكله دي. تمام، انا كده رسمت اهو شكل زي ما انتم شايفين، فظهر معايا او فتحت معايا الاوت لاين والفيل. هختار من الفيل الاويل اللي هي الالوان الزيتي، حلو، واروح اختار علامة الجردل واختار اللون اللي انا عايزه واروح اضغط على الشكل من جوه اهو. لون التعبئة اترسمت بس بالوان الزيت، بالوان الزيت. انا عندي الاستيكة وامسح زي ما انا عايز، الاستيكة بمسح زي ما انا عايز. ده اللي هو حجم الاستيكة من هنا، دي كلها اشكال ممكن ترسم الشكل اللي انت عايزه. طيب احنا قلنا لو عندي حاجة بالشكل ده، او جيت كمثال عند الايه ورحت كتبت محمد، عايز اخد نسخة منها من كوبي، طب عايز اشيلها من المكان اللي فيه خالص كات، طب عايز الصقها بيست. تمام تمام لحد الان. طيب تعالوا بقى على جزئية مهمة جدا، انا هضيف صورة، انا هقفل الرسام اهو، وعندي كمثال صورة بالشكل ده. ضغطت كليك يمين على الصورة واخترت حاجة اسمها edit، edit فتحها لي في الرسام. عندك هنا حاجة اسمها resize، إعادة تعيين الحجم. هنا في الresize بيقول لي الهوريزنتال يعني الحجم الأفقي، الفيرتيكال الرأس اللي هو بالطول، أما الهوريزنتال اللي هو بالعرض. جيت هنا انا قلت له العرض بتاعي 50، فلقيته تلقائي تحت عمل لي الارتفاع 50. لا انا مش عايز كده، انا عايز لما اجي اغير هنا في العرض، لما اجي اغير في العرض ما يتغيرش معايا تلقائي في الطول زي ما هو بيعمل اهو. حلو، هروح اشيل علامه الصح من كلمه اسمها الاسبكت ريشيو، هدوس عليها واروح اقول له والله انا عايز الطول 80 وعايز العرض 60، واروح اقول له اوكي. ادي حافظ لي على الابعاد. طيب عندك كلمه اسمها روتيت اللي هو التدوير، انا عايز اعمل تدوير للصوره بمقدار قد ايه زي ما انتم شايفين بالشكل ده. طيب حلو خالص، انا نفترض كمثال عندي صور، صورة بالشكل ده، ومش هاخد الصورة دي مثلا، انا عايز صورة ندور على صورة مع بعض ان شاء الله، صورة صورة نجيب صورة ان شاء الله من متنوع، واختار الصورة دي مثلا اعمل لها edit، سيلكت بقى. يعني ايه سيلكت؟ سيلكت انا عايز اعمل تحديد او عايز اعمل قص لجزء معين. تعالوا كده نعمل سيلكت او تحديد شكل مستطيلي. تعالوا كده مثلا انا اخترت الشكل ده، عملت تحديد عليه وضغطت كليك شمال عليه وسحبته لبره، اتشال، اتشال معايا. طيب في حاجه اسمها فري فورم، تحديد ايه؟ تحديد حر اهو. رحت سحبته لبره فانا شلته، انا كده بحدد جزء معين. طيب قلت له كلمه اسمها الانفيرت سيلكشن، انفيرت سيلكشن بيعمل ايه؟ بيحدد لي الجزء اللي انا محدده، يعني الجزء اللي انا عامل له تحديد بيحدده لي، بيظهر عليه اللي هو النقاط اللي ظهر او الحدود الخارجيه زي ما انتم شايفين. طب تعالوا نقول له ديليت او حذف، حذفه لي، حذف لي التحديد. كروب او قص، لو عندي صوره وعايز اقص الصوره دي من فين؟ من كروب او قص. ده بالنسبه للرسام العادي.
اخر حاجه هناخدها النهارده ان شاء الله مع بعض الرسام 3D. اكتب بنت 3D هتلاقيه بس في ويندوز 10. ويندوز 10 تعالوا نفتح. انا دلوقتي عايز ابتدي انشئ صفحه عمل جديده، هقول له نيو عشان مغير اللغه، عندي مشكله في اللغه. ثبت لغات تانية، هدوس نيو أو إنشاء صفحة عمل جديدة وابتدي بقى أرسم. أهو أنا كده بكتب ليه؟ لأن هو مختار من فوق اللي هو الفرش، مختار الفرش. حلو؟ حلو. طيب هنا في الجنب اللي هو شكل الفرش بتاعتك أهي، دي كلها فرش، تختار من هنا الفرش اللي أنت عايزها أهي واكتب بيها. عايز امسح، شايفين اللي هو الاستيكه، علامه الاستيكه، وادي هنا الحجم بتاعها. امسح يا باشا زي ما انت عايز، امسح اهو، ده الحجم بتاع الاستيكه ده لو عايز تمسح. طب انا عايز ابتدي اكتب، بس هكتب بلون غير الازرق. تحت هتلاقي في مجموعه الوان، تختار اللون اللي انت عايزه وابتدي اكتب، ابتدي لون، ابتدي اعمل. طيب الالوان دي مش عاجباني، علامة البلس أو الزائد، ظهرت معايا ألوان تانية أهو. أدي اللون مثلا الأزرق، أو اخترت اللون ضيق، تختار اللون اللي أنت عايزه وأقول له مثلا موافق عليه وابتدي أرسم أو أكتب اللي أنا عايزه. قلنا الاستيكة بتمسح معايا على حسب الحجم بتاعها، فهي بتمسح معايا. هنا في حاجة اسمها الأشكال 2D، أول ما أدوس عليها ظهرت معايا أشكال 2D. أختار الشكل اللي أنا عايزه وأبتدي أرسمه أهو، أدي رسمت الشكل ده. أول ما أرسم الشكل ظهرت معايا قائمة تانية، هنا بيقول لي إيه؟ تعالوا كده نختار اللون اللي من فوق ديه، ده اللي هو إيه؟ الفل، لون التعبئة، ده اللي هو الفل أو لون التعبئة. تضغط على المربع اللي عندك وبتختار اللون اللي انت عايزه. طيب اللي تحته الاوت لاين، لون الحد الخارجي اهو من هنا، شايفين ده اللي هو السمك بتاع الحد الخارجي، وده اللي هو الشفافية، الشفافية بتاعت اللون نفسه، وخالص لحد الان. طيب اشكال 3D جنبه، دي اللي هي الاشكال 3D. اخد اي شكل اهو وابتدي ارسمه، ادي رسمت الشكل 3D. شايفين العلامه دي، علامه السهم، اول ما ادوس عليها ظهر لي شبكه عنكبوتيه، دي اسمها شبكه الجسم، ده شكل 3D. حلو حلو. هنا بيقول لي edit color، اول ما ادوس عليها بتختار اللون اللي انت عايزه، بتغير اللون للشكل 3D بتاعك. اختار اللون اللي انت عايزه. اهو من هنا. طب انا عايز اغير اللون، اللون مش عاجبني، انا هرسم بشكل، انا هرسم حاجة بالشكل ده، واروح مثلا من الايديت كولر واختار اللون اللي انا عايزه. ايديت كولر، بختار اللون اللي انا عايزه لشكل 3D. هيبقى عندك بعد كده حاجه اسمها الافكت او التأثير. قبل الافكت انا اسف، في حاجه اسمها الاستيكر، استيكرات اللي عندك. اول ما تدوس عليها عندك 3 اختيارات من فوق، تختار اي استيكر وترسمه عادي، بيترسم معاك. ادي اشكال استيكر كتير، ممكن ترسم الشكل اللي انت عايزه. هنا برضو استيكر تاني اهو، حددته ورسمته عادي. ده كله بعمله ازاي؟ انت بتختار حاجة اسمها الاستيكر، ومن هنا بتحدد الشكل اللي انت عايزه وهكذا. طيب عايز ابتدي اكتب نص، انا هعمل مثلا نيو سيف، في حاجة اسمها تكست او نص، ابتدي اكتب النص اللي انت عايزه.
النص اللي انت عايزه وتحدد النص. هنا دي اول حاجة، ده نوع الخط، نوع الخط. طيب الرقم، حجم الخط. طيب دي المستطيل الاسود، ده اللون بتاع الخط بتاعك، لون الخط. طيب دي هتلاقيها عندكم البي، انا بس عشان مغير اللغة بتاعتي، بيتخن الخط. طيب الاي بتميل الخط. طيب اليو بتحط خط تحت الكلام. دي اللي هي المحاذاة. يعني ايه المحاذاة اصلا؟ المحاذاة اللي هو خاصة الكلمة نفسها تكون ناحية اليسار ولا ناحية اليمين ولا في المنتصف عن طريق المحاذاة بتاعتك اللي من هنا. طيب عندك حاجة مهمة جدا اسمها الإفكت. بصوا بيعمل ايه الإفكت؟ التأثيرات بتاعة الصفحة، التأثيرات بتاعة الصفحة بتاعتك. ومن هنا اللي هو الهايلايت زي ما انتم شايفين. اما الاخيرة دي اللي هي الكروب، لو عايز اعمل قص للشغل بتاعي او لصفحة العمل، او انا عايز اقصها، انا عايز اصغرها وهكذا، وعايز احفظ من منيو واختار حاجة اسمها السيف اس، وبختار انا عايز احفظها كصورة ولا كفيديو، انا عايز احفظها كصورة مثلا، واهو. وحدد مكان الحفظ، وهنا ظهر معاك امتداد الحفظ زي ما قلنا، بحفظ ازاي عن طريق سيف او سيف اس. اما لو عايز انشئ مجلد جديد او صفحة عمل جديدة من نيو، اما لو عايز افتح ملفات على الجهاز من اوبن. ده بالنسبة للرسام الثري دي، وبالنسبة زي ما قلنا للرسام العادي. لحد الان في اي مشكلة مع الناس؟ لحد الان الامور بسيطة، امور سهلة. طيب ان شاء الله باذن الله، بكرة، بكرة باذن الله هيبقى الامتحان زي ما قلنا، هيتحدد له مدة من 12 الظهر ل 12 بالليل. ممكن تفتح في اي وقت وتمتحن. الامتحان عبارة عن 36 سؤال على كل حاجة احنا اخدناها، تمام؟ زائد ان شاء الله على يوم السبت باذن الله، يوم السبت انا عايز الناس تبعت لي الحاجات اللي هي عايزاني اراجع عليها قبل ما ادخل على مديول جديد او برنامج جديد. يا ريت الناس تبعت لي الحاجات اللي هي واقفه معاها عشان اعيد عليها. يعني يوم السبت هاخد اول ربع ساعه او اول نص ساعه اعيد على الحاجات اللي واقفه معاكم. الامتحان اختيار من متعدد ان شاء الله. الامتحان اختيار من متعدد، يعني هتختار بس مش هتعمل اي حاجه. شكل الامتحان اللي انتوا هتشوفوه ده، الامتحان الدولي بيجي بنفس الطريقه، الامتحان الدولي بيجي بنفس الشكل بالظبط، تمام؟ انا عارف ان النهارده كنا بنتكلم كتير، المحاضره كانت دسمه، كان فيها كلام كتير، فانا عايز الناس برضو تراجع المحاضره. ولو في اي حاجه واقفه معاكم في محاضره النهارده هنعيد عليها تاني يوم السبت. زائد ان شاء الله باذن الله هخلي الباشمهندس احمد حسام يضيف لكم او يبعت لكم ان شاء الله استماره، تكتب لي في الاستمارة دي كل الحاجات اللي انتوا عايزيني اشرحها قبل ما ندخل على اساسيات الانترنت. يعني يوم السبت ان شاء الله هيبقى المحاضرة كلها اساسيات الانترنت المتصفح زائد برنامج الاوتلوك. لحد الان احنا هنمشي واحدة واحدة، حتى لو اخدنا المحاضرة كلها في المتصفح ما عنديش اي مشكلة. بدل ما هناخد 12 محاضرة مثلا هناخد 15 محاضرة، ما عنديش اي مشكله، بس يبقى ماشيين واحده واحده في كل حاجه احنا بنشرحها. حد عنده سؤال لحد الان؟ مش مهندس محمد السيد، اتفضل يا هندسه. السلام عليكم يا باشمهندس. وعليكم السلام يا هندسه، اخبارك ايه؟ الله يبارك فيك، مشكور جدا على المعلومات المهمه اللي خدناها النهارده. وبس كنت بس دخلت المحاضره متاخر يا باشمهندس، ف يا ريت بس حضرتك تطرح السؤال تاني مره اللي هو بتاع الفولدر اللي انت بتعمله باسورد او الفايل المضغوط. بس تمام. كنت عايز سؤال تاني لان ما لحقته في الاخر، يعني دخلت متاخر فما ما لحقتش. حاضر.
لا هو الامتحان مش هيتبعت على الايميل، الامتحان هتحله يعني. باشمهندس احمد حسام هينزل لكم امتحان وهتحلوه، واختيار من متعدد. بالنسبه للسؤال، انا نفترض كمثال دلوقتي عندي ملف مضغوط، باشمهندس احمد ممكن تنزل رابط الحضور للناس، ما عنديش اي مشكله، ما كده اعتبر خلص. هضغط كليك يمين على الملف نفسه ورحت عملت له كمثال، حطيته كملف مضغوط. فانا دلوقتي دخلت على الملف المضغوط ده ورحت اخترت اول حاجه عندي اد او اضافه، عشان انا عايز اضيفه للارشيف، انا عايز اعمل له باسورد، وجيت من هنا اخترت كلمه اسمها السيت باسورد، اضافه باسورد، ورحت كتبت كلمه المرور اهي، وقلت له اوكي، وقلت له بعد كده اوكي، رحت قفلت الملف. لما اجي افتح الملف تاني فتح معايا على طول. طب ايه المشكله؟ فسؤالي هنا، انا عايز اعرف ازاي نعمل باسورد للملف المضغوط، ازاي يتعمل باسورد للملف المضغوط، وهل الطريقه اللي احنا اتبعناها دي صح ولا غلط؟ طيب انا اول حاجه هدخل على زيز بي سي بالنسبه للماوس، تمام، هدخل على زيز بي سي واروح اختار من زيز بي سي حاجه اسمها فايل، فايل، واروح اقول له تشينج فولدر اند سيرش ايكون او اوبشن، انا اسف اند سيرش اوبشن، هدوس عليها. هروح اختار من هنا حاجه اسمها الدبل. ليه دبل؟ علشان لما تضغط على الملف ده ضغطتين كليك شمال يفتح معاك، يبقى من زيز بي سي وفايل، واختار حاجه اسمها تشينج فولدر اند سيرش اوبشن، هدوس عليها، واختار من تحت كلمه اسمها الدبل كليك. اما لو اخترت سنجل كليك يبقى ضغطه واحده بس هيفتح لك الملف من ضغطه واحده. باش مهندس محمد السيد، اتفضل يا هندسه. اتفضل يا هندسه، النص في الوورد. باشمهندس الإجابة هتكون على العام دلوقتي ولا بكرة ولا؟ الإجابة إن شاء الله بإذن الله اللي هيجيب لي الإجابة بتاعته على يوم السبت إن شاء الله هيشرحها قبل ما أبدأ. تمام يا باشمهندس. العفو يا هندسة. طب بالنسبة للإجابة يا باشمهندس، بالنسبة للامتحان اللي حضرتك هتحطه، آخر وقت الواحد يعمل سبميت للشيت إمتى؟ يعني هو هندسه هيكون متاح ان انت تدخل من الساعه 12 الظهر ل 12 بالليل، يعني دي المواعيد المتاحه بالنسبه لك انت تمتحن فيها، لان بعد كده هتقفل، وقبل كده هيكون مقفول اصلا الامتحان. يعني بكره الساعه 12 الظهر بعد صلاه الجمعه مثلا لحد معاك لحد 12 بالليل، اي وقت عايز تدخل فيه ممكن تدخل فيه. الكلام ده من بكره. الدخول بس بكره ان شاء هيبقى الله في شمس. تايمر، يعني بمجرد حضرتك ما هتدخل الايميل وتعمل ستارت الاكزام هيبتدي يعد عليك الدقايق. الكلام ده من بكره ان شاء الله يا باشمهندس ولا؟ ان شاء الله اي حد هيخش من 12 لحد من 12 الظهر لحد 12 بالليل بتوقيت القاهره، بس بمجرد حضرتك ما هتبدا سبميت هيبدا يعد عليك الوقت بتاع الاسئله. تمام يا تمام باشمهندس. المده يا باشمهندس يعني التوقيت اذا بس في مجال حضرتك بس تحط يعني التولز اللي تبع الامتحان مثلا مده الامتحان. تمام كده، تمام ماشي. العدد يعني الباشمهندس محمد تقريبا كان باعت لي قال لي 36 تمام سؤال، كان التوقيت قد ايه يا باشمهندس؟ حط باشمهندس 45 دقيقة. 36 سؤال 45 دقيقة. 45 دقيقة؟ يبقى هي هتبقى 45 دقيقة. تمام يا باشمهندس. ألف شكر ليك يا باشمهندس. العفو عليك. بالنسبة للسؤال بتاع إن أنا موضوع التحديد في مستند الورد، لازم أتأكد من سيلكت هنا ما أكونش مختار حاجة اسمها سيلكت أوبجكت، لازم اكون مختار حاجه اسمها سيلكت اول، ان انت لو اخترت سيلكت اوبجكت مهما تحاول تحدد مش هيرضى يتحدد معاك، فتاكد في الوورد ان انت مختار حاجه اسمها سيلكت اول، سيلكت اول، جربها وانا معاك باذن الله لو في اي مشكله تاني. تمام، زي ما قلنا الامتحان هيكون 36 سؤال لمده 45 دقيقه باذن الله. الامتحان ده هتجرب فيه سرعتك. ليه؟ لان برضو الامتحان الدولي بيكون بنفس الطريقه، احنا بنحاول قد ما نقدر كانك داخل امتحان دولي،
كأنك داخل امتحان دولي. الامتحان الدولي بيكون 36 سؤال لمدة 45 دقيقة هيعد عليك. فاحنا برضو زي ما قلنا، زي ما اتفقنا، احنا هنأهلك للامتحان الدولي، وفي نفس الوقت برضو لازم تتعود انت تحل الامتحانات دي، علشان لما تدخل تحل الامتحان ما ياخدش معاك وقت كبير. ده بالنسبة لأساسيات الكمبيوتر، ده بالنسبة للجزء العملي. يعني حتى الجزء النظري اللي هناخده بعدين هيبقى برضو نفس القصة. نسبة النجاح يا باشمهندس 75%، نسبة النجاح 75%. طيب اللي ما جابش النسبة دي بيعيد الامتحان مرة تانية. نسبة النجاح في الامتحان الدولي عموما 75%، حتى الامتحان بتاعنا نسبة النجاح فيه 75%. حد عنده أي سؤال لحد الآن؟ الأمور بسيطة لحد دلوقتي؟ تمام. لو أمكن مذكرة بديت. حاضر حاضر، أبعت لكم ملف. حاضر. هو الامتحان على العمل بس، أنا ما شرحتش حاجة نظري لحد الآن. النظري زي ما اتفقنا هيبقى في آخر بإذن الله القرص، في نهاية القرص بإذن الله. محاضرة السبت برضو عشان الناس يكون عندها علم، هيبقى أساسيات الإنترنت، بدايتنا إن شاء الله مع أساسيات الإنترنت. بالتوفيق لكم إن شاء الله، وبإذن الله زي ما قلنا اللي عنده أي سؤال في أي حاجة بإذن الله ممكن نعيد عليه ونشرحه قبل ما نبدأ المحاضرة اللي جاية، قبل ما نبدأ المحاضرة اللي جاية. بالتوفيق إن شاء الله. باشمهندس منصور كان محتاج حاجة، اتفضل يا باشمهندس. السلام عليكم. وعليكم السلام يا هندسة. شكرا جزيلا يا حبيبي، الله يعطيك العافية. ربنا يخليك يا رب. معي لما شفت اثنين ما يطلعليش علامة آت لما يكون اللغة الإنجليزية، فرمت الجهاز قريب وظهر معي ذا الإيشو. معلش السؤال تاني يا هندسة. شفت واثنين المفروض انه يظهر لي علامة آت. شفت مع اثنين، تمام. ايوه، ما تظهرش معي الا لما اغير اللغة عربي، بالانجليزي ما يظهر. تمام. طيب. شفت مع اثنين، انا اللغة بتاعتي تحت عربي، ادي عمل لي الآت. طب تعالوا كده نخليها انجليزي. شفت مع اثنين، ادي ظهر معايا بالشكل ده، برضو ظهرت معايا الاد بتاعتي. تعالوا نكبر فيها شويه. ده اللي ظهرت معايا لو دوست شيفت مع اتنين واللغه انجليزي. طيب اللغه عربي، تعالوا ندوس اللغه، شيفت مع اتنين. اللغه الانجليزيه يظهر معي زي الشرطتين كده، مش عارف ليش. تمام تمام كويس. طيب بص، بالنسبه للهندسه العلامات اللي فوق اللي هي النسبه المئويه والشباك والنجمه والات، لازم يبقى اللغه بتاعت الجهاز بتاعتك عربي. طب لو انجليزي، على حسب الاصدار بتاع النسخه، ويندوز 10، ويندوز 8، ويندوز 7، ممكن ما يظهرش معاك اصلا الاختصار، ممكن ما يظهرش معاك الاختصار اللي هو بيعملها لي فوق. لكن انا عندي هنا عشان ويندوز 10، تعالوا كده، مهما لان في اصدارات ما بدا ويندوز 10 عشان نكون عارفين بيختلف من ايه. في ويندوز 10 برو، في ويندوز 10 هوم، في ويندوز 10 بس، فبيختلف اصدار للتاني. تمام، فبيكون اختلاف في الاصدار، فيفضل انت تخليها اللغه العربيه. اللغه العربيه بالشكل ده. تعالوا كده نخليها انجليزي، انا بتظهر معايا نفس القصه. ليه؟ لان على حسب الاصدار اللي عندك. يعني لان الجهاز عدد فرمات وظهر معي بعد الفرمات. نعم، المشكلة ظهر فرمات الجهاز قريب وظهر بعد الفرمات، حد صاحبي نزل لي نسخة جديدة. فاهمك انت. طيب جرب كده يا باشمهندس محمد سيد، قال لك ان في اختصار كنترول مع الت مع كيو. نوع الخط بيتعمل ازاي؟ جرب يا هندسه معلش الباشمهندس منصور، بالنسبه للاصدار اعرف الاصدار اللي عندك كام. تمام. جرب فيها برضو،
وانا معاك ان شاء الله لو في اي حاجه، لو في اي مشكله باذن الله، او يكون زي ما قلنا المشكله في الاصدار اللي عندك. المذكره هبعت لك، حاضر. الاختصارات برضه هبعت لك، حاضر. بالنسبه لنوع الخط، اي ملف افتحه، اي مستند افتحه، بتلاقي فيه مستطيل من فوق. المستطيل ده هو اللي بغير من خلاله نوع الخط، نوع الخط. وبرضه ساعات بيكون في مشكله هندسه بالنسبه للتحديث، يعني لازم اتاكد ان انت محدث الجهاز، ان الجهاز لو مش معمول له تحديث هتلاقي فيه اختصارات مش بتشتغل معاك، تمام؟ كويس، فجرب فيها. وبرضه لو محتاج ان انت تبعت لي على الواتساب برضه ما عنديش اي ادنى مشكله، اتابع معاك لحظه بلحظه. هبعت لكم انا رقم تليفوني، الكود الدولي. باشمهندس محمد، اتفضل يا هندسه. مثلا عندي الكيبورد بتاعي الماني، فعشان كده حتى لو هو مثلا متظبط مع عربي او انجليزي بياخد كنترول الت شيفت، يعني كنترول الت مع الكيو، تمام. ده بيجيب معاه اللي هو علامه الدوت اللي الايه مقفوله. تمام، انا مش شكرا. عارف هو كده، شكرا يعني، شكرا. مش فاهم يعني ظبطت معه ولا بعده؟ ان شاء الله تكون ظبطت، يعني حتى لو ما ظبطتش برضه يعني باذن الله، باذن الله يعني تخليه برضه يتابع معانا ونجرب برضه. يعني كنترول مع الت مع كيو، يا اما مثلا شيفت مع اتنين، وتاكد ان اللغه من تحت عربي. ان برضه عايز اقول لك في مشكله بتظهر لو انا حاطط كذا لغه عندي على الجهاز. ساعات اكون بكتب بالانجليزي الاقي اتحولت تلقائي لما اجي اغير اللغه من الت مع شيفت، الت شيفت بيغير لي اللغه. لقيت تلقائي دخل مثلا على اللغه الفرنسيه، على الالمانيه، على الاسبانيه، على الصينيه. فلازم اتاكد ان اللغه اللي انا شغال بيها صح. زاد ان برضو كنصيحه يعني نحاول قد ما نقدر ما نحطش اكتر من 3 لغات على الجهاز، ما نحطش اكتر من 3 لغات على الجهاز. فجرب الاختصارات يا هندسه باشمهندس منصور، الاختصارات اللي احنا كتبناها. برضو لو في اي مشكله تابع معايا على رقم التليفون بتاعي، او ابعت لي على جروب الواتساب، وباذن الله هكون معاك حاضر خطوه بخطوه. حاضر، هنزلها لكم على الجروب. حاضر، نزامة المريح هنزلها. حاضر باشمهندس، بكرة في محاضرة ولا بكرة دي اوف؟ لا بكرة أنا للامتحان بس، إن شاء الله بكرة هيبقى امتحان بس. امتحان بس، تمام. ألف شكر يا باشمهندس. العفو يا هندسة، الجمعة مبروكة لحضرتك وكل سنة وأنتم طيبين، ومتشكرين جدا على المعلومات دي يا باشمهندس. أنت بس، على السلامة يا هندسة، شكرا يا هندسة. أشكركم مرة تانية، و في حد عنده سؤال قبل ما ننهي المحاضرة؟ أمور بسيطة يعني، أتمنى الأمور تكون بسيطة معانا بس. طيب ابعتوا لنا لو في أي مشكلة، وبرضو أنا هخلي أول ربع ساعة أو نص ساعة من المحاضرة اللي جاية إن شاء الله هيبقى استفسارات بس. اللي عنده أي سؤال ممكن يسأل، وهنجاوب على كل الأسئلة بإذن الله. وما تنسوش يا برضو أنا مش ناسي الأسئلة اللي سألتوها قبل كده ومحتاجين إجابة عليها، بإذن الله هيبقى ليها محاضرة لوحدها. فبالتوفيق لكم ان شاء الله، واتمنى تكون المحاضره كانت خفيفه عليكم النهارده، وربنا يوفقكم ان شاء الله في امتحان بكره، وباذن الله يكون حاجه بسيطه عليكم. فانا مضطر ان انا استاذن. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.